lain kecuali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila tetap aman, makmur, damai, selalu rukun, kebinekaan, walaupun berbeda-beda, selalu rukun, karena selalu dibimbing, dipagari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tawasul kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Fatihah-Fatihah kita semua, terutama kita makmum kepada beliau Kiai Ma'ruf, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم استغفر ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi kesehatan. Amin. Terutamanya kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, diberi kesehatan selalu. Amin. Dan berpanjang bidu'atillah semuanya, kita semua nanti bersama-sama makmuman kepada para kiai yang ikhlas-ikhlas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, bersama-sama nanti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia Raya.
minal iman.